صوتي وحكاياتي، أحمل صوتي وحكاياتي وانسج منها بساط وشال. يا الله يا عالم بحالي، أحمل صوتي للناس، أحمل صوتي وحكاياتي، أحمل صوتي وحكاياتي وانسج منها بساط وشال. خير ان شاء الله يا موضح، شدي يدك، مالك نعسانه؟ مش نايمه الليله؟ مش مقصره، صرت عاجنه ومقرصه. طب خلي عينك على العجين بلا ما يطلع كبير وصغير. حاضر. نقي منها حلق لنوره، حلق من الملاح. وين بيتك؟ وانت ايش بدك؟ دور هيك دور. عندك عندك، قلت لك دور عن طريقي. عندك تقي بالرحمن على هالصبح يا طلاق، وحدة انت ثانية يا بنيي. ليش زي هالة؟ ايش له؟ انت ايش اللي لك؟ طلاق ايش بي؟ ليش هالصوت؟ هذا باجس طال عمرك هاجم على الدار تقول انها ضربوه. ارجع لشغلك يا ولد، وقول لشلاش يرسل حرمته تساعد النسوان، خليني الحق اني اخلص هناك للعزومه. وتعالوا تغدوا لا تتوخروا. ها انا عاوزه بكلمتين طال عمرك. خلي كلمتينك الحين، اسمعهن بعدين. ليش طلعتي؟ تعالي تعالي تعالي. وعليكم السلام. هلا باجس، يصبحك بالخير. تقدر تقول لي ايش اللي بدك اياه؟ انا؟ انت فرحان بحالك ومحزق بهالطقم ودايرتك مختر بيه، ايش بدك؟ ما بدي غير سلامتك، واذا الطقم مضايقك اغيره. اغيره؟ طيب استنى علي لحد ما اقدر اشتري غيره. ثوبي القديم زغر علي وما قدرت ارجع له. وينك؟
لا تتشاطر علي بالكلمتين تعلمتهم بالمدارس. أنا فلاح ومش متعلم، وما عندي غير كلمة واحدة، بالمليح بالعاطل بدك تفهمها. زين، قولها حتى أفهمها. أقولها، نورة بنت أبو وضاح إلي، أحبها وتحبني، ومتعاهدين نتجوز، فهمت؟ فهمت، والله يقدرني وأقدم لكم أحلى نقوط. نقوط؟ طيب، أنت وين كنت رايح الحين؟ لدار أبو صفوح؟ لا، بعد ما صار وقت الغداء، تيصير نروح مع بعض، إذا ما عندك مانع. لعاد وين كنت بدك هيك؟ يعني أتفقد البلد، أشوف إيش تغير عليها، وقلت يمكن ألتقي بيك ولا بشلاش وبشباب البلد وندردش نحكي. نحكي؟ إيش نحكي؟ بهمومنا، أحلامنا، مستقبلنا، حياتنا، نتسلى. لا تعال معي، تعال نتهاوش، نحكي. شلاش استنى هناك. يلا قصهن قصهن. وانت يا ولد ليش شعرك طويل؟ خلى ابوك يقص لك اياه. وانت مد ذيك لشو؟ ايش ها جرح حالك؟ لف يدك بخرقة عن الذبان. وانت يا وضاح مد ذيك، مد الثانية الثانية. ايش ها حامل حجر بيدك؟ ارمي، قلت لك ارمي. خلص ضبيته. قلت لك ارمي وبلا تناح. عمي ابو عاهد قال لي اخبيه لحين يكبر. الحجر يكبر يا ولد؟ انت ابصر ايش صاير لك، واذا ما قعدت مثل الاوادم اطرك من الكتاب. ها وانت يا ولد قلت لك 100 مرة تغسل وجهك قبل تيجي الكتاب، مفهوم؟ سبحان من جمع ووفق. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلوا. بشر. اطمن، نواف ما هو بالوارد. زين، اطمن انت لعاد. وهذا جاي معي حتى نقعد ونحكي بالأهم. الحكي بالأهم ما بده قاعدة، نسولف ونشتغل. خلي عنك لا تخرب طقمك، خلي يدي ويدك ولا تخاف على الطقم. شفت نورة؟ ما قدرت أحكي معها، مقعدين بغرفة أم صفوح. إيه، أبو صفوح يقول بده أم عاهد تروح تعاون النسوان بالطبخ. هذا أول شغلة مهمة نسولف بيها. كيف حرمة مرضعة وتشتغل على النون بدارها، تترك طفلها وتروح تخدم سخرة بدار أبو صفوح؟ تشوفي يمه؟ لا يقلك يمه، منا للأكبر والأكثر يا حبيبتي. وري وري لعمتك مباجس. شفته، ليته مبارك. هذه هدية من أبو صفوح. عارفة، من صيغة زهور. وين راح طلاق؟ هذا طال عمرك. وين عوف؟ نايم، قال طول الليل ما نام وهو يحرس الدار، وانا بعد طال عمرك طول الليل ما نمت وانا احرس الزريبة. طيب 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 خلص. هي عزة بعد ما وصلت؟ بعد، اروح اجرها. روح. انت ما تتعبي حالك، راقبي عليهن وبس. يديمك خيمة عز فوق روسنا يا طيب يا ابن الأصول. روح قل له للمحترم أم عاهد بطلت تخدم دور الناس. ايش ايش؟ ما فهمت. انت بس قل له، يمكن هو يفهم. آه،
يعني تردي طلب عمه بصفوح؟ هي هذا انت فهمت بعد. وقول له ما اسلمه البساط اللي نسجه قبل يسلمني ايجار ايدي. ايجار؟ ايه ايجار. كلمه جديده عليك؟ اسمع يا حرمه، الكلام الجديد هذا ما يجيب لك غير غسل بال، فاهمه؟ خلاص يمه، خلاص يا حبيبي. سامع؟ سامع ايش يقول عاهد؟ يقول لي ان ما مشي هالخاس اللي اسمه طلاق شق راسه بطوريه. الحرمه الجنه. خلاص يمه، خلاص يا حبيبي، مثل ما بدك صار، والخاسي هرب. حياكم الله، احيوا العلم والادب، ان تنشروا العلم ينشر فيكم العرب. انسخوا هذا البيت من الشعر 10 مرات وظيفه منزليه. انصراف. خلصت قرايه؟ خلصت. بعد امشي معي. لوين يا ابو؟ امشي خلصني، مش فاضي لك. صار عندنا اكثر من موضوع نقدر نحكي به، واليوم بالذات احسن مناسبه. اكثريه الناس مجتمعين عنده للكل، نحكي قدامهم ونشوف رايهم. ومثل ما اتفقنا كل واحد منا يحكي بشغله. احنا الثلاثه بالدوره. احنا اربعه. اتفقنا انه عوف ما يحكي الحين. احنا اربعه غير عوف. من هو الرابع العاد؟ وضاح. وضاح. جزيك ابو درويش. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا. يا هلا يا هلا، تفضل. ما شاء الله ما شاء الله، صار شب الله يخليه. عقبال ما نشوف لك ان شاء الله. تعال يا شب اقعد عندي جنب ابوك. رد عمك ابو صفوح يا ولد. خلوه راحته، خلوه. تفضل انت، تفضل. الله يزيد فضلك. يا هلا ومرحبا. يا هلا. يا هلا بيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. تفضل يا ابو نواف. وين نواف؟ ليش ما جمعك؟ الحين يصل. ما يتأخر عن مجلسك طال عمرك. بدنا اياه يجي قبل الغداء. نسمع منه ايش صار بحرب هتلر مع الانجليز. هم بعدهم يتحاربوا. ها ولا ولعت اكثر. من هو بده يطفيها؟ ها؟ خلي عنك يما يا حبيبتي، لا تخص ايديك. خلي النار تحمى ونخلص. نورة، عاوزك كلمتين. مش الحين، بعدين بعدين. ايه يا شاب، حالك ذهب؟ ادخل يا بني، رجال كلهم بالمضافة. ليش ما تجاوبي؟ من أعطاك إياه؟ هذا من صفوح، هدية لنورة. هدية؟ توكل على الله يا بني وادخل عند رجال. إيش السلافة يمه؟ سلامتك. والشهر اللي ما إلك بيه لا تعد أيامه. ما إلي بيه؟ خلام وضاح، بس نطلع من هان انا جاي عندكو. بدي اشوفك انت وعمي ابو الضاح. اهلا وسهلا يا مامتي، دارنا مفتوحه للناس الطيبين. هي مطولات بها الاكل؟ خلص ما ظل غير نسكب بالصدور. اشوف باجي صغار عليك يا بنت. ها ولا باجس ونورة مثل الإخوان. زين، يخلهم لبعض، ما يفرقهم ابن حرام. انت ما يهمك ما يهمك،
المتصرف صاحبي، أرسلك له وخلي يوظفك عنده. ما تقصر يا أبو صفوح، بس أنا رجعت لبلدي ومش مفكر أتركها. وإيش بيها البلد للمتعلم اللي مثلك؟ تقعد تقري عيال مثل أبوك كل عمرك؟ إحنا علمناك حتى يصيرنا موظفين بالحكومة مثل غيرنا. الحكومة اليوم تدور على المتعلمين وترسلهم للقرى حتى يحسنوا التعليم بيها وساعدوا على حل مشاكلها. من هالناحية طمن بالك، بلدنا كل من على راسها لا بيها مشاكل ولا بدها مين يساعد. بالإذن يا جماعة، عاد المتعلمين والفاهمين يقولوا له طريقة معيشتنا بهالبلد كلها مشاكل. انت تقعد عاقل مثل غيرك وما بي مشاكل. عاقل ولا ساكت؟ ما هو العاقل اللي يقعد ساكت. ساكت على الظلم؟ اسمعوا عاد، اجى شلاش ومع وجع الراس. صحيح يا عم ابو صفوح، ولا يهون السامعين، لمتى بدنا نظل نخدم عندك بالسخرة؟ طلاق عوف، جيبوا هالأكل وخلصونا من الهرج الفاضي. يا هلا ومرحب بالأستاذ نواف. وبيك يا محترم. صدقني إني فرحت بشهادتك وتعليمك قد الدنيا. هذا من لطفك يا عم أبو صفوح، أنت كبيرنا. ويا ليتك تجاوب على سؤال باجس. خلك من باجس يا أستاذ، هذا طايش وما يعرف مصلحته. احنا انجمعنا اليوم حتى نفرح بشهادتك ونبارك لك بيها. الله يبارك بيك. وبعد بي عندي خبر ثاني يفرحكو كلكو. خير إن شاء الله. نفرح كنا إذا اتفقنا اليوم بهالجمعة الطيبة إنه سير أبو صفوح يدفع لكل واحد منه إيجار شغله وتعبه. اسمع يا ولد يشلاش، ابن الأصل ما يأكل وينكر، وما أحب أشوفكو تتشحدوا وتتمسكنوا وأنا مش منقص عليكو شيء. مش منقص؟ اسمع، هذا أنت ماكل شارب ساكن دار متجوز مكسي عندك عيال، إيش ناقصك؟ ها؟ ما تقولوا يا ناس. أنا أقول لك. ما بدي أسمعك أنت. أنا أقول لك. ولا أنت. أنا أقول لعاد. اسكت أنت يا بني، اسكت. أنا ما تعلمت وعودت حتى أسكت يا والدي. هات لشوف يا متعلم، إيش ناقصهم؟ حقوقهم، حريتهم. حريتهم؟ من ومانع عنهم حريتهم؟ اللي ما تعجبه حياتنا حريته معه، يترك البلد والدنيا واسعة قدامه، هو حر. الحر يعيش حر بين أهله وبلده. اسكت يا ابو نواف، اسكت الله يرضى عليك. وين صار هالاكل يا طلاق؟ اطعم الثم تستحي العين. اللي مثلك ما عاد يستحي. اقعدوا عاقلين عاد يا اولاد. ايه، من حين دخلتوا وانتوا نازلين المناقره ما خليتوا للكبار كلمه يقولوها، عيب على الحكي. الله يحمينا من العيب، تفضل احكي. الحكي لابو صفوح طال عمره قال بي عنده خبر بده يفرحنا كلنا وما سكتوا لتسمعوه. تفضل احكي طال عمرك، كلنا اذان صاغي. طول بالك يا ابو صفوح، باكر باذن الله يجيك عيال ويصيروا بعمرهم ويقعدوا يناقروك، انت بل الجميع وبدك تتحمل. بسيطه يا ابو وضاح، وقدام الحاضرين والسامعين كبيرهم وصغيرهم، أتقدم لك وأطلب منك يد بنتك نورة عسنت الله ورسوله. نورة؟ تطلبها لمن؟ هاي أبو وضاح، بدي أسمع جوابك على طلبي. الوجه لله ووجوه لجويد، ترى بنت نورة هجتك حلال زلال ومبروك عليك. لا أختي نورة لا. يا ولد اترك اجت سليمة. امشي معي، امشي. مالك وين بدك؟ اقول لك امشي معي،
ماشي اقعد بدارها الظالم. امشي ست امك واطلع برا. امشي امشي. طيب انا بورجيكو. اطلع برا. امشي امشي ولد. وحده الله. اهدى يا باجس. صلوا على النبي. باجس ومين شار بهذا يا غزوان صفوح الا خلك تندى. لا هي بارده ذرعون. ارموه برا. ايدك انت وياه. ايدك. اطلع من حالي. ماني قاعد بدار هالنذل. اتركوه. اشتراك النذل بحلقة الذهب؟ اشتراكي؟ انت ايش لك بيها؟ اخوها ولا ابن عمها؟ ها؟ تسهل يا بني الله يرضى عليك، تسهل. ايه بسيطة. بسيطة. اللي ظل عنده شهامة رجال ما يستنى الزاد ولا يقعد بهالدار. اخس. نواف يا بي نواف. اتركوا اتركوا. هذول المجانين لعبوا بعقله. وانا اعرف كيف عقله. هو ما يقصد طال عمره. افهم 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 افهم. تفضلوا تفضلوا ارتاحوا وجوا الخير. تفضلوا. وين المناسب يا طلال؟ جاهزه طال عمرك. ما صار شيء. كم لنصب المناسب؟ مالكن واقفات مالكن. دبن الزغروده زغردن زغردن. خير بشر يا عوف. ابو وضاح بارك بنوره عروس لعمي ابو صفوح. مبروك 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 يا حبيبتي. يجعلك قدوم سعد على هالدار واهلها. مبروك مبروك. زغرتين من العروس. زغرتين زغرتين يا نسوان. مالك قاعد من حالك؟ وإيش بدك أعمل بعد اللي صار؟ ما صار إلا كل خير. وين هو الخير؟ أبو صفوح ياخذ نورة قدام عيوننا ونقول خير. لو كانت تستاهلك ما ياخذها غيرك. بعد ما طمع أهلها وضحك عليها بحلقة الذهب؟ طب قوم خلنا نحكي بالأهم. الأهم؟ وإيش هو الأهم؟ يم ما بهم من نور الحين. إحنا رحنا لأبو صفوح حتى نحكي بالشغلات الأساسية يا باجس. حكينا قام هو حكى بنورة. زين هو صحيح سحب البساط من تحت رجلينا لكن إحنا بعد حكينا وما قصرنا. وإيش نفع حكينا؟ ظلينا من حالنا ما واحد نطق بكلمة خير حتى أبوك. صحيح ما نطقوا لكن سمعوا اللي قلناه. سمعوه فهموه وشافونا واحنا واقفين بوجه ابو صفوح من غير خوف. حتى وضاح الولد الصغير ما خاف. وانت تعرف انه هذا عمره ما صار بهالبلد. وين راح وضاح؟ لا تخاف عليه نلاقيه. يلا يا باجس بعد ما مشينا اول خطوه مش لازم نوقف. يلا. لوين؟ لداري نشرب كاسه شاي ونفكر باللي نعمله بعد هيك. يلا. يا عين عاهدنا مي عين الله ما تنام. ما عمر الظلم يما على هالأرض دام. ويا عين عاهدنا مي عين الله ما تنام. ما عمر الظلم يما
على هالأرض. يا هلا يا هلا بوضاح. إيش أنت ما رحت لغدا أبو صفوح؟ رحت ضربت بحجر أبو عاهد. حجر أبو عاهد؟ الحجر اللي قال لي خلوه معك يكبر. فهمني وشو اللي صار؟ الحين يجي أبو عاهد وفهمك كل شيء. روح أنت للنول وأنا هلل العاهد. طيب مثل ما بدك. يا عين عاهد نامي عين الله ما تنام ما عمره الظلم. أم عزة تقبلي أصير ابن الكو؟ السلام عليكم. يا هلا تفضلوا. انت هان؟ أنا سألت العمة عزة إذا تقبل. إيش سألتها؟ هي تقول لك. طيب زين تفضل فوت جوا. تفضلوا اعملي لنا شاي. يلا وانا لحقك وافهم ايش اللي صار. مرض طب الناس فقدهم صوابهم. يقوموا على المناسف قبل الواحد منهم يوفر لقمتين. وانت ليش مهتم لهم كل هالقد؟ عنهم مكلوا اي كلهم على بعضهم ما يهزوا شعره من شاربك. تدري ايش قالت المجنونة لطلاق؟ من؟ عزة؟ عزة قال بطلت تتنازل تخدم سخرة بدور الناس. لم قال عطا؟ وقال بدها إيجار لكل بساط تنسجو وبدها إيجار لجوزها عن شغله بالقناة والأرض. أخزأ أروح لها وادب يدي بحلقها أقلع لسانها بضافري. خلي عنك أنت وعيرين سكوتك. البركة بسكوتك مش أنا اللي تسكت للي يتطاول على رجلها. غزوان أسكتن أنت لسنتين خلص عاد. ما قوى عين الناس علي غير زودهم من قريتكن. اسمعني قبل لنورة تدخل الدار بدي اياك انت افهمن اللي يطلع صوتها ولا تناقر ضرتها تدور طريق اهلها ما لها قاعدة بهالدار. سمعت؟ تسمعي؟ قوم هز طولك خلنا نصل دار ابو وضاح قبل الشمس تغيب. ايش الكلمة دار ابو وضاح؟ ناخذ لهم شغله بدينا ونروح نطمن على عروستنا واهلها بعد اللي صار قدامهم. تحكي من عقلك يا زهور؟ من عقلي وقلبي بعد. هن بنات الناس مالهن واجب؟ اللي تسعد ابو صفوح تسعدني واللي يرمي راجلي بالمي ارميه بالدم. قادره يا بنت ابو التبن قادره. أي قومي قبل لا الغيرة تكرسحك بالمرة. قومي روحي من حالك تكفي وتوفي. اجري على رجلك هاي. قومي معها وخذن معك إن شغلة تستاهل. من خير الله وخيرك اسندها معي لا تقع. قومي هاتي يدي قومي. دقيقة وتلاقيني قدامك. خلي أذانك معها إذا قالت كلمة هيك ولا هيك قص لسانها. وحين تصلين هناك خلينا أبو وضاح يجيني على المضافة. خلص يا أمه خلص يا حبيبي خلص. يعني ما بدك تقبل اني اكون ابن الكو؟ كيف ما بدي؟ انت قلت. أنا قلت إنك ابن لكل الناس الطيبين بهالبلد وأهلك ناس طيبين يا وضاح. لا تنسى ربنا سبحانه وتعالى وصى بطاعة الوالدين. بعرف وحافظ الآية الكريمة. عال بس ربنا سبحانه وتعالى
ما قال أننا نطيعهم بما يغضب الله. اسمع يا وضاح. ليش أسمع وهم دايرين يجوزوا أختي نور على بصفوح؟ بس اسمع، خلينا نتفاهم. بأكثر من شغلة لزوم نعملها، إذا فلحنا بوحدة منها ما يقدر أبو صفوح لا يتزوج نورة ولا يظل بهالبلد بعد. إيش هالشغلة؟ إيش هي؟ نقف كلنا مع بعض. طيب كيف؟ لما باجس يسمعنا أقولكو كيف. باجس اسمع، عم أبو عاهد بدي يقولنا كيف. كيف إيش؟ شفت إنك مش معنا؟ الله يعينه ويجازي البايقين. تعال خذ الشاي وقرب جاي. قرب قرب الله يخليك. خلي عم ابو عهد يقول. قول يا عم ابو عهد، قول. يا الله. مبروك مبروك مبروك، يجعلك مباركة ومسعدة، ويجعلك قدوم سعد على غزوان صفوح وكل من يحب له الخير. ليش مغلبات حالكن يا بنات الحلال؟ ما بي ولا غلبة، ما بي شيء من الواجب. يكبر واجبك يا بنت الأصول. انت اقعدي 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 هان، ارتاحي ارتاحي، لرجلك تتعب، ارتاحي. تفضلي ارتاحي يا ميت. اهلا وسهلا. تعالي 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 هان يا عروس، تعالي عندي. اقعدي عندي يا حبيبتي. اللهم صلي على سيدنا محمد، نورة ومنورة الدنيا. ما شاء الله ما شاء الله. ترى أنا بعثت وراك، قلت نقعد نتفاهم من أولها. إحنا متفاهمين طال عمرك، بس أنت أمر. الأمر لله. قلت يعني لزوم نحكي بمهر نورة. وقبل لا تقول شيء، ترى مهر نورة ما ينقص عن مهر بنت أحسن باشا، وما يكون غير ذهب بذهب. ويكون لها غرفة من حالها، مفروشة بغلى فرش، وما ينقص عليها شيء. من غير ما تقولي طال عمرك، أبو صفوح ما يقصر وما يخلي حريمه غير معززات مكرمات. هذا فراشك اللي تنامي بيه يا روحي؟ آه، وحط راسي من هان. وكل هيام يا بنيتي وتنامي بفراش عريسك. إيش هذا؟ تنامي عفراش مدعدر كأنه بيه حجار. حجار إيش يا خيتي؟ من جمعتين نجدت صوف الفراش يدي ويد نورة. صادقة صادقة يا حبيبتي صادقة. بس ايش هاد؟ يدك تشوف. تفضلي. عجيب، ايش هذول؟ ايش هذول؟ خذي شوفي ايش هذول. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ميثا، مش هذول ساوري اللي انسرقن من غرفتك؟ يا قدرة الله. يا ويلي يا حسرتي، يا ويلي يا ويلي، يما 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 يما، مليح اللي كشفنا الحرامية قبل لا تدخل دارنا وتنهبنا. يا سترك ويحميك من بنات الحرام، من الخاسيات البيقات يا غزوان صفوح، يا طيب القلب يا محترم، يا سترك ويحميك. وطي صوتك واعقل يا مجنونة، فضحتينا. دوري هيك انت الثانية، دوري هيك. خير 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 ان شاء الله، ايش صار؟ وين هو ابو صفوح؟ خلوا يجي ويشوف البلاوي من وين تجي. روح له ندي خليه يجي. ليش اصوات؟ ايش بيه؟ خذ شوف. ايش هذول؟ مش متذكرهن؟ هذول ساوري اللي انسرقن من غرفة ميثا، مش عارفهن؟ اه، وين لقيتيهن؟ لقناهن. اسأل ميثا وين لقناهن ومين اللي كان سرقهن. انا اسألك انت جاوبيني. لقناهن مخبيات بدار ابو وضاح بفراش نورة. نورة بنتي؟ لا تضربي لا تضربي. حرامية وعينك قوية. أنا ما سرقت، وكذوبة بعد وكذوبة بعد. لا تضربي يا بنت. أنا ما سرقت، الحرامية هم اللي ظلموني وظلموكم من قبل. من هم؟ معروفين الحرامية، معروفين يمه. كلنا عارفين من هم الحرامية كلنا. ابعد غد انت ثاني. ليش ابعد؟ يمه الحرامية هم اللي سرقوا تعبنا وشقانا وجايين اليوم يسرقوا بنات. أنا عارف كل
كل شيء. لا تكون عارف وساكت. هاي يما انا عارف بس مش ساكت. يا فضيحتك يا مضاح، يا فضيحتك يا مضاح. وباجس ونواف وعم ابو عاهد كل الناس عارفين. يا فضيحتك يا مضاح يا خراب ديار. انت علاش الصوت يا يما؟ يا فضيحتك يا خراب ديار، يا فضيحتك خراب ديار. ايش اللي عارفينه انت يا كل شيء عارفين من هم الحراميه ولزوم ناخذ حقوقنا منهم. فضيحتك انت عن ايش تحكي؟ انت تجنيتوا يا فضيحتك وخراب ديارك. مالكن مالكن ليش صوتك واصل لاخر البلد؟ تعال اسمع. تعال ايش اسمع؟ ما تكفي فضايح بنتك، تعال اسمع ابنك وش يقول. اه يما الجنت اسمع انت بعد. امشي قعد انت الثانية بعد غاد. خذ يابا. ايش هذول؟ هذول اساور نورة. كيف جبتهم؟ كيف؟ ابو صفوح ارسلهن لعروسته. خذي يابا خذي. ابو صفوح وميثا وزهور صدن ثمامهن بعد ما كل واحدة أخذت نصيبها انضبن بغرفهن. خذي يابا خذي. فهمني فهمني. سليم مالك؟ تعال بدي اياك ضروري. ايش في؟ الحقني. تعرف اذا اليوم ما وقفنا كلنا مع بعض يد واحده وراي واحد عمرنا ما نصل لحقوقنا. انا يا عمي حقي واصلني. اي ايش اللي واصلك منه؟ اسمع يا عمي الله يرضى عليك ووفقك، الحين ما ظل بالبلد غير بنت ابو وضاح. انا ما جيت احكي لك بنت ابو وضاح وغيره، انا جيت اقول لك إلنا حقوق عند ابو صفوح ولزوم نحصلها. الله يصلحكم يا هالشباب، تسهل عمي تسهل. صالح اترك الدفتر والحقنا. ايش بدكم تلعبوا سبع جار؟ يبطلنا اللعب، الحقنا. اليوم ما ظل بي مخلوق يقبل يشتغل سخرة، كل إنسان يشتغل يأخذ حقه. السخرة كانت أيام العصملي ولت معه. لا يا عمي ما ولت، العصملي قبل لا يروح ولا علينا أبو صفوح، والحين هو لي أمرنا. ويظل كل العمر يستعبدنا؟ إيش نعمل؟ هذه حكمة ربك. حاشا لله. لا يا أبو درويش، ربك ما حكم بالظلم ولا يقبله، هذا حكم الإنسان للإنسان. باختصر القول يا أخوي أشلاش، أنا مش قد أبو صفوح، والكف ما تقاوم مخرز. يعني تقبل المذلة وما تقف معنا؟ الله يسامحك، أنت تدري أن عزك وما أواخذك، بس أقول لك روح دور غيري يقبل بخراب داره. اتسهل والله معك. Thank you.
وأطيعوا أولي الأمر منكم. على الخير والشر. الله ينجينا من الشر والشرير. اهتدي بالرحمن يا وليدي نواف، وخلها المركب ساير. انت عمرك شفت البحر والمراكب يا والدي؟ من وين بدي اشوفه؟ اقرأ عنهم بالكتب. والكتب ما قالت لك انه المركب يلزم ربان قادر حتى يصل لبر الامان؟ هذا هو ابو صفوح قادر. القادر هو العادل يا والدي، وابو صفوح عمره ما عرف العدل. اقول لك يا ابي نواف، هي كلمة وامر لله. اترك هالبلد وعاود للمدينة وخلص. هذه آخرتها؟ كل واحد يدور سلامته حتى لو كانت سلامة ومذلة؟ حد منكم يقبل مذلة على حاله وعلى أهله؟ لا لا ما نرضى. لعد كيف تقبلوا على أهلكم إنهم يشتغلوا بالسخرة؟ إيش يعني السخرة؟ ما تعرف إيش يعني السخرة؟ لا وأنا بعد ما أعرف. طيب أنا أفهمكم. من يوم يومنا وإحنا نتعب ونشقى نسوان ورجال، وثمرة تعبنا تسقط بحلقة بصفوح من حاله. صدقتي يسلم ثمك. من ممكن قدر تاخذ حبة خضرة لعيالها زود عن اللي تحسن بيه علينا ابو صفوح؟ من؟ ما حد. ما نقدر وما نقدر. من ممكن قدر راجلها يشتري لها ثوب جديد؟ ما نلبس غير تالي ثواب حريمه. أو اللي نحيكوا بالخفية والسر ونلبسه واحنا خايفات مثل اللي عاملات له نسواه. وزبدة القول يا خيتي يا معاهد، اتأخرنا على عيالنا ورجالنا. زبدة القول انه كل من يشتغل يستحق أجره، وقد ما يشتغل قد ما ياخذ، واللي ياخذه يعيش بيه. ومن من ناخذ هالأجرة؟ مش كلنا نشتغل لابو صفوح؟ برضه ابو صفوح ودار ابو صفوح. ولن ما قبل؟ هو ما يقبل من خاطره. لعاد غصب عنه؟ اول ونقدر نغصب عليه؟ نقدر ونقدر. هسمعوا هالهرج اللي تقوله ام عاهد صح وعدل، ونقدر عليه اذا وقفنا كلنا مع بعض راي واحد وكلمة واحدة. انا يا اختي ما اقدر اقول شيء قبل اشاور ابو درويش. شاوريه؟ ومش تشاوريه وبس، فهميه خلوه يقف معنا. والله صعبه وما هي سهله. ان كان الدرب الصعب يوصل للحق يهلا بيه، وان كان الدرب السهل يوصل للخوف والمذله ما نقبله. ما نقبله ما نقبله ما نقبله. المهم الفعل ما هو القول وبس. عاهد وعي قومي لاولادك، خليك معهن يا مباجس. ليكون يا خيتي ام مباجس انت شاده على ابو صفوعه خاطر نوره. وايش دخل نوره باللي قلناه؟ عخاطر انه طلبها يعني. ويطلبها يا اختي، مبروكه عليه. ما هو ابو درويش كان بالمضافه اليوم وقال لي حين ابو صفوح طلب نوره من ابوها هب ابنك باجس بي وعلى ما تكامشوا. لا يا اختي يا ام درويش، طمني خاطرك، هذا شيء وهذاك شيء ثاني. ولو انه جيزة بصفوح من نورة مش اقل ظلم من اللي عامله بينا. يا عين عاهد نامي ما عمرك ظلم يما على هالارض. يعني موافقين؟ موافقين كلنا موافقين. وانا موافق لعد بكره ومن الصبح نجتمع عند الكتاب ونمشي من هناك. موافقين؟ موافقين. نتكل على الله.
وين عوف؟ يجوز نايم ومرتاح. نايم؟ كل شوي والثانية يقول أخ يا بطني بدي أروح أنام. أقول طال عمرك عوف هذا ما منه فايدة. طيب خلص روح شوفه خلوا يجيني وخلص. تومر طال عمرك تومر، أقول له يجيك بساعة. طلاق دعجان مع من قاعد؟ منو؟ أبو صفوح. من حاله قاعد من حاله. إيش قال؟ قال بده عوف يروح له. غير هيك إيش قال غير هيك؟ ما قال. يعب لك فوق بالك. امشي شيء مثل الكذب ما يتصدق. تقول الناس واقع عليهم سحر ومربطهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سحر ولا خوف؟ ما تقول. الخوف أشد من السحر على الرجال. لا الحد يعوف وأكثر. تسهل أنت يا أخوي، روح له قبل يستفقدك. خلو. لا مش وقته، خلك بعبه للوقت المناسب. زين نسلم عليكم. بمان الله. خير يا ام البلاوي. يه بعد كل اللي صار لي من نورة السراقة وبعدها من ابو صفوح الله يسامحه، وانت بعد علي؟ طيب ادخلي تعالي جاي لاشوف. هين قعدت ايش بدك تشوفي؟ بدي اعرف كيف عملتي ملعوبك الخبيث. أي ملعوب يا بنت الناس؟ مش انت سمعت بذانك هذول من أبو صفوح يطول عمره إنه هو اللي عطى لساور لنورة؟ إيه سمعت. ها حتى قالها قدام أبو وضاح أبو السراقة الحرمية. أدري وهذه فهمتها، بس اللي بدي أفهمه منك الحين هو الصحيح واللي صار. الصحيح واللي صار هو اللي قال أبو صفوح، ولا يكون بدك تكذبيه؟ أبو صفوح يكذب يا ميتة؟ ها يكذب؟ قولي. لا حيشا من الكذب، بس ليش بعدك تقولي على نورة إنها سراقة؟ لأنها سراقة وحرامية. حرام تتهمي البرية. وبعدك تقولي برية بعد ما سرقت ذهباتي من عندك من هان؟ حيرتيني عاد، هي اللي سرقتهن ولا أبو صفوح أعطاها إياهن؟ لا هي اللي سرقتن. العاد انتي تكذبي ابو صفوح. حيشاه من الكذب. زهور يكفيكي لف ودوران، قوليها كلمة واحدة وواضحة، نورة سرقتهن ولا ابو صفوح هداها اياهن؟ هي سرقتن، وابو صفوح قال اللي قاله حتى يستر عليها قدامنا وقدام ابوها. يعني هي سراقة وهو كذوب؟ انت اللي قلتي. زين انا اللي قلت. ها بس كيف قدرت نورة تاخذهن من خزانتي؟ انا اقول لك. قولي. مش ذهباتي كانن بالسرة عندك بهالخزانة؟ ومش ابو صفوح طال حلقة منهن قدام نورة واعطاها اياها؟ ومش نورة شافت ذهبات بالسرة وعرفت وين حطتيهن؟ لعاد خلتك ساهية لاهية، ولا عينك غطت بالنوم قامت تسلبدت خطمة وفتحت الخزانة عمال ومدت يدها
وطالت لصورتين من السرة وحطتهن بعبها وظلت طالعة. وانتي كنتي معها؟ أنا؟ ولا كيف عرفتي كل هالشي؟ أنا عرفت بالعقل، بالعقل اللي ما ينشاف بالعين بالعقل ينعرف. يا ويلي من قوتك يا بنت أبو التبن، قادرة. ومدام عارفة أني قادرة ليش ما تحطي يدك بيدي وأمنك؟ أنا أمنك، هاش بدك أكثر؟ كفيتي ووفيتي، وانت بعد ما بتقصري. وعلى ايش نحط ايدينا ببعض؟ اللي جاية تاكل الاخضر واليابس على الجراد اللي اسمها نورة، نورة يا ميتة نورة. وين كنت؟ قريب. وين قريب؟ بالبلد. وين بالبلد؟ عند من؟ بين هالناس طال عمرك. الناس؟ ردت اعرف بايش يفكروا وايش يقولوا. زين، وايش لقيتهم يقولوا؟ مالك بالصخرة، مالك بالصخرة، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة، ومالك بالصخرة، ومالك بالصخرة، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة. الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبي للحبيب، جاه نبي للحبيب، وما نقبل بس أخرى، ما نقبل بس أخرى، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة. الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبينا الحبيب، جاه نبينا الحبيب، وما نقبل بس أخرى، ما نقبل بس أخرى، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة. الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبينا الحبيب، جاه نبينا الحبيب، وما نقبل بس أخرى، ما نقبل بس أخرى، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة. الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبينا الحبيب، جاه نبينا الحبيب، وما نقبل بس أخرى، ما نقبل بس أخرى، وريد لنا أجرة، وريد لنا أجرة. الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبينا الحبيب، جاه نبينا الحبيب. طلاب، ودخلي جوا وسكر الباب عليكي. الظالم يومه قريب، ودخلي وخلك جوا. يا عوف، ايش الاصوات؟ الظالم يومه قريب، الظالم يومه قريب، جاه نبينا الحبيب، جاه نبينا الحبيب، وما نقبل بس اخرى. عمرو بوريدكو، خلكوا قراب مني، لا تعملوا شيء قبل اقولها. تامر طال عمرك، تامر. Thank you.